إذا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد، دائما مع سلسلة بايثون. إذا السلسلة الأولى من سمائل وحلول للبايثون. إذا لاحظ الأهداف الرئيسية main objective in this series هي plant inputs affectation and cast، يعني كيفية إكرار لير الأفكتاسيون أي تغيير أنواع المتغيرات. إذا الراجع إذا بايثون بايثون بايشارم، سنستعمل بايشارم. بايشارم هي مقدمة حول بيئة تحرير بايشارم، يعني IDE، يعني Integrated Development Environment، فوالا هي IDE. كيفية خلق مشروع جديد داخل بايشارم، How to create a new project بايشارم. إذا نستعمل File New Project Name، ثم سنعطي اسم Name لخلق ملف جديد في بايشارم. نستعمل ضغط زر أيمن على نوعية المشروع، ثم نيو، ثم بايثون فايل، ثم إعطاء الاسم. على كيفية تأكد من النتيجة داخل بايشارم، How to create or to execute a Python file، كيفية تأكد من النتيجة. إذا سنذهب إلى run، ثم سنختار run exercise 1 مثلا. فوالا، إذا لتغيير كتابة داخل بايشارم نستعمل File Setting Editor General Font، ثم سنعطي Size إيكالا 16. هذا يجعلنا نكبر من الخط وكذلك. إذا لاحظ أول تمرين، أول تمرين من بايثون هي Write a code to display. سلام، إذا لإكيفالون دو إكرير في الألغوريزم أو لإخراج نتيجة نستعمل print. نستعمل print إما فتحتين أو فتحة واحدة، print سلام أو print hello. تمرين رقم 2، create a Python file to calculate sum of two integer variables. إذن سنستعمل إكرير لير إكرير لير ثم l'affectation. إذن print give the value of A أو donner la valeur de A. A يساوي int.input، A يساوي int بين قوسين input، يعني input يعني لير، ولير تكون عبارة عن متغير نصي، يجب أن نغير هذا المتغير النصي إلى int، وبالتالي نستعمل casting. int بين قوسين تعني غير طبيعة المتغير بين قوسين إلى int. ثم print give the value of b، b يساوي int input، ثم s يساوي a plus b، ثم print the sum equal s. يمكننا الاختصار جمع print and input في واحدة، ونستعمل a يساوي int input give a، b يساوي int input give b، ثم s يساوي a plus b، ثم print sum s. يمكننا أن نختصر إكرير لير في الألغوريزم بسطر واحد، وهو a يساوي int عندما يكون a عبارة عن متغير صحيح طبيعي. يمكن أن نستعمل float باستعمال a يساوي float input give a إذا كان a ينتمي إلى r. لاحظ تمرين جديد يحسب معدل 3 نقط. إذا سنكتب A يساوي float input إعطي النقطة رقم 1، بين فتحتين يمكن كتابة أي لغة وأي مساج، بين فتحتين يعني ستقوم بكتابة A يساوي float input إعطي النقطة رقم 1، B يساوي float input إعطي النقطة رقم 2، C يساوي float input إعطي النقطة رقم 3، ثم سنحسب معدل A زائد B زائد C مقسوم على 3. يرجى أن لا ننسى الأقواس، ثم print average المعدل إيكالا M. لاستعمال الدوال الرياضية، write to code to calculate distance between two points A and B، وحسب المسافة بين نقطتين of solidoa x a y a x b y b. إذا import math، ماذا تعني import math؟ يعني كجلوب المكتبية الخاصة باستعمال الدوال الرياضية، وبالتالي سنستعمل import math. ثم x a equal a float input give a y a يساوي float input give الى اكسترا. سنقوم بقراءة 4 معطيات، هو الافصول الارتب الافصول الارتب، ثم سنستعمل mat point skirt. mat point skirt هي عبارة عن جذر. لاحظ use import mat to perfect mathematical calculation. اذا نستعمل mat point cosinus mat point skirt mat point mat point أي حاجة skirt mat point power. أما لاستعمال الأس سنستعمل x على بوسون 3 يساوي x نجمة نجمة. إذا نجمة نجمة هي الأس، مثلا لما ندير x أس 3 هي x نجمة نجمة 3، لما ندير x أس 10 لما ندير x نجمة نجمة 10. وبالتالي سنرجع إلى المعطيات. قرأت يعني استطعت أن أقرأ 4 معطيات، ثم دي يساوي مات بوان سكيرت بين قوسين اكس ناقص اكس بي على بوسونس 2 زائد يكريك بي ناقص يكريك على بوسونس 2، ثم سنقوم بنشر النتيجة.
اكتب برنامج عادي يقوم ببيرميتاسيون، هو برنامج كلاسيكي سنحتاجه في المستقبل ان شاء الله. write a program file to permit two numbers، اكرير a program كي permit دو نومبر، كي permit دو نومبر ابارتيو الكلافيي. اكتب برنامج يقوم بتبديل عددين، اذن يلزمنا متغير اخر. إذن أما هي اللي سنستعمل برانت دوني A يساوي input، برانت دوني B يساوي input، ثم C إقالة A إقالة B، B إقالة C، كلاسيكية هذه المسألة. ثم سنقوم بنشر النتائج A و B. إذن write a Python code to transform a given value in meter، أكتب برنامج لتحويل قيمة المتغير بالمتر إلى الوحدات الأخرى. إذن المعطى واحد هو la valeur en meter، ثم سنقوم بتحويلها إلى مختلف الوحدات الأخرى. إذا برانس give the value of m، m يقال float input، ثم d m يقال m فوا 10، s m يقال m فوا 100، m m m فوا 1000، وسنقوم بدائما الحساب ثم لافيشاج دو ريزولتا. إذا هذا برنامج جيد يمكننا تحويل المتر إلى الوحدات الأخرى. خلاصة روكال تذكر جيدا بايثون برانس دوني A A يساوي إنس بوانت لير إكرير، إكرير لير ديال لارغو ببايتون راه هي برانس دوني A هي إكرير، و A يساوي إن إنبوت هي لير A إلا كان A أبارتونو A زد. يمكن الاختصار هي A يساوي إنس إنبوت دوني A. لاحظ لارغو مكلفة فاريابل A أون نونتيي دي بي إكرير دوني A لير A في لارغو، أما في السي سنضطرو نديرو إنت A عاد برانس عاد سكان. اما في بايثون جميل جدا صافي ا اكزاكتومون يساوي انت، ملي تدير ا يساوي انت يعني ا راه هو متغير ينتمي الى زد. اذا شكرا للانتباه ديالكم والى اللقاء في فيديو اخر.